الأسد بعد البرهان. كتب الإمام العسكري عليه السلام إلى رجل سأله دليلا: من سأل آية أو برهانا فأعطي ما سأل، ثم رجع عمن طلب منه الآية عذب ضعف العذاب، ومن صبر أعطي التأييد من الله. والناس مجبولون على حيلة إيثار الكتب المنشرة. نسأل الله السداد، فإنما هو التسليم أو العطب أي الهلاك، ولله عاقبة الأمور.